شبكات اتصال الجيل الخامس هي تقنية لاسلكية تنقل البيانات عبر الهواء من أبراج خلوية إلى الهواتف وأجهزة أخرى بسرعات أكبر بكثير من التي نملكها اليوم. شبكات لا5G هي شبكات اتصال الجيل الخامس، صعوبتها تكمن في شرح أسباب التغيير الإيجابي الهائل الذي ستدخله على حياتكم. ففي بكين كان هناك مريض يعاني من مرض الباركنسون، وأجريت له عملية من طرف أطباء صينيون متواجدون بسانيا، وقد تمت العملية بنجاح بفضل هذه التقنية. القفزة العملاقة في ثورة المعلومات، أصبحت الحاجة ملحة لنقل كم أكبر من المعلومات ومعالجتها في وقت أقل بكثير من ثانية واحدة، فعملت العديد من الشركات العالمية على تطوير الجيل الخامس، هذا الجيل الذي تصل سرعة شبكته إلى 10 جيجا بايت في الثانية، أي أسرع من الجيل الرابع بنحو 100 مرة، الأمر الذي سيؤدي إلى ثورة في صناعة أجهزة الاتصالات والهواتف الذكية. تطورات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. في الحقيقة هذا الموضوع دقيق معقد وشائك حتى وقتنا الراهن للإحاطة الدقيقة بكل تفاصيله وتعقيداته، فلم يسبق للأجيال القادمة والحاضرة أن لمسته وعاشته، ولكن عما قريب ستتم الإحاطة به وبشكل شمولي حتى نستطيع الفهم. هذا الموضوع والذي أصبح الشغل الشاغل في كل المنابر الإعلامية والدولية، إنه وبوضوح الحرب التجارية التي أصبحت تدور رحاها بين العملاق الرقمي المتجلي في آخر إبداعات واختراعات الأسد الصيني. ولكن العقدة التي زادت الطين بلة هي اختراع الصين، والذي يتشكل في الجيل الخامس للاتصالات 5G، الذي يعتبر ثورة وقفزة للأجيال السابقة والحاضرة التكنولوجية. هذه التطورات التكنولوجية التي شرعت في بنائها الصين تعتبر ثورة علمية حقيقية، تطور صادم للغرب بصفة عامة، وعلى رأسها أمريكا التي لطالما سارعت لتطوير تكنولوجيتها. اشتد الصراع بين دول الغرب والصين على التكنولوجيا. هنا سوف يحتدم الصراع، أو ما يسمى بالحرب التجارية، بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. هذا التطور الرقمي والذي يتشكل كما ذكرنا سلفا في تقنية 5G، وإذا كانت المنافسة عليها أن تكون شفافة وشريفة كمعيار رأسي للتعامل التجاري الدولي، فإن الولايات المتحدة لا تريد الالتزام بهذا المعيار حسب عدة خبراء، فإذا تركت المجال للصين لتسويق هذه التقنية، تقنية 5G، ستجد نفسها متجاوزة. من هنا ستلجأ أمريكا للتصريح بالتهديد والوعيد للإيقاف من هذا الزحف الرقمي الصيني، ووضع العقبات والصعوبات الاقتصادية لمنع هذا السحف. وعلى الرغم من كل هذا، فإن التسويق الصيني لهذه الشبكة في التوازي مع الهواتف المحمولة مثل نموذج هواوي قد بدأ في العديد من الشركات الغربية. ولقد صرح ترامب بنفسه بهذا التهديد عندما صرح بأن هذه الشبكة سوف تكون بمثابة تهديد صريح للاقتصاد الأمريكي الذي يخص التكنولوجيا الرقمية. لم تعد مجرد نذر حرب تجارية تحذر منها المؤسسات الدولية، بل هي الحرب التجارية عينها بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين. وما سياسة فرض الرسوم الجمركية سوى طلقات نارية متبادلة بين البلدين؟ فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحتى قبل اعتلائه سدة الحكم، كان ينظر إلى أن الخطر الداهم على الولايات المتحدة هو التنين الصيني النهم، والذي حول بشكل مريع الميزان التجاري لصالح بيجين بعد اقتحامه الأسواق الأمريكية وإطاحته بمنتجاتها حول العالم. إنه تطور هام وصادم لأوروبا وأمريكا، عدم السماح بوضع شبكات رقمية إلكترونية من أي نوع سواء بأوروبا أو أمريكا.
الكونغرس الأمريكي فشل مرة أخرى في تقديم أدنى دليل يبرر القيود التي فرضها على منتجات هواوي. نحن مضطرون لاتخاذ هذا الإجراء القانوني كملاذ مناسب وأخير. وصفت الحكومة الأمريكية هواوي بالخطيرة، قرصنت معلوماتنا وسرقت رسائلنا الإلكترونية والرمز الخاص بنا. العديد من الشكوك بوضع برامج تجسسية ومنع التعامل مع شركة هواوي وتهديدات مباشرة لبريطانيا إن هي زعمت شراء هذه التقنية الرقمية. الحرب التجارية الأمريكية الصينية إذن من خلال ما سبق ذكره يجعلنا طرح السؤال التالي: ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من الصين؟ على الرغم من تصاعد الآمال بين واشنطن وبكين سابقاً بقرب التوصل إلى اتفاق يساعد على تسوية الحرب التجارية بين البلدين، فإن النقاش بينهما تجاوز الاقتصاد والتجارة الدولية إلى الدفاع عن الثقافة والتكنولوجيا.